الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله قبل كل شيء، والحمد لله بعد كل شيء. والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباده الصالحون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد، وأفضل صلوات الله على خير خلق الله وقاسم رزق الله وزينة عرش الله نبي الأنبياء أبي رب الأرض والسماء الذي كان ملكا وعالم بين الطين والماء نبي الحرمين إمام القبلتين صاحب طاب قوسين جد الحسن والحسين بر الله المقبول سر الله المقبول عالي ما كان وما يكون سيد المرسلين خاتم النبيين معبد الأنوار الله وقصد الأسرار الله نبينا وحبيبنا ومولانا ومرجانا ومأوانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد أحد للذنوب غفارا وللعيوب سترا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، يعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم. قال سميع المذنبين رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم ما عقيد ابن ادم من عمل يوم النحر احب الى الله تعالى من ميراق الدم، وانه لياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها واغلافها، وان الدم ليقع من الله تعالى بمكان قبل ان يقع بالارض فاضربوا يا نفسا. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر. الله اكبر ولله الحمد. الا وان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد اوجب على كل من يملك النساء فاضلا عن حوائجه الاصليه في هذا اليوم ان يظهر المضحيه وبرتها بعد صلاه العيد الاضحى البلدي وللاعرابك بعد طلوع قدر هذا اليوم، فحسنوا الاضحيه ولا تذبحوا ارجالا ولا عورا ولا عبثا ولا مقطوعه الاذن ولو بواحده، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال حسنوا ضحاياكم فانها على الصراط مطاياكم، فعن كل واحد منكم شاة سواء كانت ذكرا او انثى او سبع البقرات او الابل، وكفروا عقيم الصلاه المفروضه من فجر العرفه الى عصر ايام التدبير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الله اكبر الله
الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فيا أيها المؤمنون، رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعداد، فإن التقوى تنام در الإيمان، واذكروا الله عند كل شجر وحجر، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، وأن الله ليس بغافل عما تعملون. واقتفوا آثار سنن سيد المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فإن السنن هي الأنوار، وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى أفضل الصلاة والتسليم. فإن الحب هو الإيمان كله، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له. رزقه الله تعالى وإياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أكرم الصلاة والتسليم، كما يحب ربنا ويرضى فارفع لنا وإياكم بسنته، وحيانا وإياكم على محبته، وتوفانا وإياكم على ملته، وحشرنا وإياكم في زمرته، وسقانا وإياكم من شربته، شرابا هنيئا مليئا متائبا لا نسمع بعده أبدا. وأدخلنا وإياكم في جنته بمنه ورحمته وكرمه ورأفته، إنه هو الرؤوف الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عن النبي صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والسيئة لا يموت، يعمل ما شئت كما تدين كلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جباد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى وعلى داعي القرآن كامل الحياة والإيمان أمير المؤمنين أبي عمرو بن عثمان بن عفان
والمعتد والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.